كان حلما بالنسبة لطاقم الفيلم السوداني وداعا جوليا المجيء إلى مدينة كان في الجنوب الفرنسي والمشاركة في الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي وتحديدا في فعالية نظراما. فيلم يعالج فيه المخرج محمد كردفاني مسائل اجتماعية متأصلة في المجتمع السوداني على خلفية أحداث تاريخية سبقت استقلال جنوب السودان عن شماله في عام 2011. بصورة معينة حتقول لك إنه هو الفيلم يدور حول العادات والتقاليد. أنا في رأيي إنه العنصرية دي هي جات نتاج لشيء موروث من منذ تجارة الرقيق في السودان. وتورثت من جيل للتاني والناس ما وقفت عشان يعني تحاسب أو تعيد تقييم العادات دي. ففي رأيي أيوة إحنا محتاجين نخلق هوية جديدة ممكن تجمعنا أكثر من ما تفرقنا. فيلم وداعا جوليا يتكل على مواهب سودانية شابة تقوم بتجربتها في عالم التمثيل للمرة الأولى، كبطلتي الفيلم إيمان يوسف في دور منى وسيران رياق في دور جوليا. وسعيدة جدا بأنه أنا أتواجد في كان أو في مهرجان كان، وتكون دي أول تجربة لي للتمثيل. بالنسبة للفيلم مبسوطين من الفيدباكس اللي بتجي، مبسوطين من إنه الفيلم قدر يأثر على مختلف الناس بمختلف يعني مختلف الشعوب. كان شوية صعب لأنه أول مرة أنا أمثل وأنا فاشن موديل باي بروفيشن، يعني فالتمثيل فيه إيموشنز في كتير مشاعر كتير. أيوة، وجوليا شخصية برضو كانت إنوسنت يعني بريئة وفي نفس الوقت ذكية شديد وبتتحايل برضو، فكان شوية تشالنجينج بس كان إكسبرينس يعني حلوة شديد. الفيلم جيد في حبكته وعناصره الدرامية ويروي قصة صداقة بين امرأة من الجنوب وامرأة من الشمال، علاقة صداقة قامت على كذبة لكنها تعمقت خلال الفيلم، وأراد المخرج أن يظهر من خلالها الجانب المضيء من السودان بتعدديته الثقافية والدينية والاجتماعية.